زي ما اتكلمنا مع حضراتكم يمكن في بداية الحلقة عن يوم 3 يوليو اللي كل الناس كانت مستنياه، هذا البيان اللي الشعب المصري بجميع أطيافه استنوه بفارغ الصبر. وخلينا نتكلم عن يمكن الصيادين بالتحديد اللي هم جزء مهم جدا من نسيج الشعب المصري. حالة من الترقب عاشها الصيادين في البرولوس عشان يشوفوا بيان 3 يوليو ويسمعوا القرارات اللي بيتضمنها من أجل إزاحة الجماعة الإرهابية عن الحكم بشكل نهائي، لحد ما صدر البيان وخرجت أو خرج كل الصيادين من المنازل احتفالا بهذا البيان والتخلص من حكم الإرهاب. وفي الوقت ده في الحقيقة هم وزعوا السمك بالمجان. طبعا كواليس وتفاصيل هذا اليوم بالنسبة للصيادين في البرولوس هيوصف لنا هذا المشهد الحاج محمد شرابي نقيب الصيادين في البرولوس اللي بنرحب بيه دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا ريس محمد. صباح الخير على مصر الخير وعلى مشاهدي القناة الأولى وعلى المصريين في شتى أنحاء العالم. اللهم أمين. كل سنة وأنت طيب. كل عام وأنتم طيبين ويعود عليكم وعلى مصر دايما الأيام بخير يا رب. اللهم أمين. حاج محمد، عايزين نعرف كواليس اليوم ده، لحظة إذاعة البيان. والله يعني أنت هترجعني لأحلى ذكرى في حياتي كأحد صيادين مدينة برج البرولوس بصفة خاصة وأحد صيادي مصر بصفة عامة. هذا اليوم لا ينساه المصريون. عندما أصدر البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإزاحة الغمة عن الأمة، فهذا اليوم كان من أسعد أيام المصريين عندما أزاح الزعيم عبد الفتاح السيسي هذه الغمة عن الأمة وليس المصريين فقط، بما حدث من دمار وقتل وخراب من هؤلاء الناس. فالحمد لله، الحمد لله أن هذا اليوم لا ينساه الشعب المصري وخاصة أبناء مدينة برج البرولوس لما شاهدوه وما رأوه بأعينهم على أرض الواقع. احنا يمكن شفنا لقطة مميزة حصلت ويمكن اتكلمت عليها دلوقتي، انه انتوا قررتوا توزعوا السمك بالمجان احتفالا ببيان نهاية حكم الاخوان. كلمنا عن تفاصيل بقى اليوم ده، فاكروا ازاي؟ ايه اللي فاكروا منه؟ هل كان في اتفاق ما بينكم ان انتوا توزعوا السمك بالمجان؟ ايه اللي حصل؟ والله كنا سيادتك كمجتمع قطاع صيد كلنا قاعدين امام المقاهي كرجال. وعندما صدر بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي عمت الفرحة أرجاء مدينة برج البرولوس، وخرج الرجال والنساء وخرجت برج البرولوس عن بكرة أبيها للاحتفال بهذا اليوم. وبناء على رغبة أهالي مدينة برج البرولوس تقدمت بمذكرة لعمل مسيرة تأييد للسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وبفضل الله تم الموافقة عليها. وكانت هذه المسيرة لم ولن تحدث حتى الآن، أشاد بها الإعلام العربي والعالمي قبل الإعلام المصري. احنا بنفتكرها بعد 9 سنين كمان. يعني هذه المسيرة، وهذا موثق في مديرية أمن كفر الشيخ، هذه المسيرة أشاد بها جميع الإعلام العربي والغربي، ولله الحمد رب العالمين. أما عن جو الاحتفال في هذا اليوم، بالفعل كان هناك بعض الصيادين في رحلة صيد عندما علموا بإزاحة هذه الغمة عن الأمة، قاموا الصيادين بتوزيع الأسماك على الأهالي وعلى بعض المرة على الطريق الدولي الذين كانوا يمرون بالسيارات لشراء الأسماك. من كانوا يبيعون الأسماك كانوا يوزعونها على السيارات، والأهالي هنا داخل البيوت بعضهم البعض يوزعون الأسماك على الجيران والمعارف والأقارب بدون اتفاق كده حاج محمد، وجميع فئات المجتمع التي كانت موجودة في هذا اليوم. فبفضل الله سبحانه وتعالى مدينة برج البرولوس ضربت أروع الأمثلة وأروع الحب للوطن لما قدمته وفعلته في هذا اليوم الذي قام فيه السيد الفريق عبد الفتاح السيسي بإزاحة الغمة عن الأمة.
انا عاجبني انا لا اقول اخوان مسلمين، فلا يليق ان انا نقول اخوان مسلمين. هؤلاء مدمرون مخربون للوطن، كانوا يبيحون سفك الدماء ويحللون خراب الاوطان وحرق الاوطان وقتل الابرياء، فليس في وفهم فالاسلام ليس هذا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندما اصدر البيان في ذاك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي، كان لنا الفرحه العارمه. عظيم. في كل هذه الفرحه يا حاج محمد بالتاكيد كان بيسبقها معاناه عانيتوها في هذه السنه تحديدا، عايزين نتكلم عن هذه المعاناه. بالطبع كانت هناك مش معاناه واحده، ده كانت هناك معاناه في شتى مجال الحياه، وهذا ليس كلامي كصياد مصري، وهذا كان موجودا على مرأى ومسمع من الجميع. لا احد ينكر ذلك. لا احد ينكر ذلك. فالحمد لله رب العالمين، نحن الان في فضل ونعمه من الله. فحمى الله مصر وحمى المصريين. أمين. وجعل مصرنا الحبيبة. أنا عجبني كمان في كلام حضرتك حالة الوعي اللي موجودة. يعني لما حبيتوا تخرجوا بمسيرة طلبتوا ده بإذنه، ودي حاجة كويسة جدا يا حاج محمد. يا فندم، ده بناء على طلب أهالي مدينة برج البرلس وإلحاحهم لعبت للجهات المعنية بذلك، وكان في بداية الأمر مرفوض. فالسيد مدير الأمن آنذاك قال لي نعمل مؤتمر، فقلت له يا فندم أهالي برج البرلس لا يحبون لغة الخطابة ولا يحبون كلام الإنشاء، ولكن أهالي مدينة برج البرلس يريدون أن يعبرون عن فرحتهم بعمل مسيرة. احنا بنشكر أهالي برج البرلس وبنشكر حضرتك طبعا يا حاج محمد. شكرا جزيلا للحاج محمد شرابي نقيب الصيادين في برج البرلس، شكرا جزيلا ليك.